متحور كورونا الجديد بيغزو العالم والعديد من الإصابات في كل دول العالم، وهو ده أشد متحور ظهر إلى الآن، وبيؤدي لخطر كبير وضعف بالجهاز المناعي وللأسف عدد كبير من الوفيات. أهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا الجرس، وأهلا وسهلا بكل اللي متابعيني وبكل اللي هيشرفوني. الفيروس طبعا الجديد اللي الكل بيتكلم عنه، كنا قبل كده اتكلمنا عنه في كل التوقعات اللي قلناها عن كل المتوقعين ليلى عبد اللطيف ومشيل حايك ومايك فغالي، ومتوقعين تاني أجانب، متوقعين عرب، قالوا ان هيظهر في منتصف او بعد منتصف 2023، قالوا كده بالظبط كلهم واجمعوا على ذلك الكلام. وقالوا كمان الكلام ده يوم رأس السنة، وفي عديد من اللقاءات بعد رأس السنة قالوا كلهم ان هيظهر فيروس جديد هيغزو العالم وهيؤدي لتداعيات، يعني تداعيات كورونا مرة اخرى. وقالت ليلى عبد اللطيف للأسف في مدارس هتغلق. متحور كورونا الجديد ده انتشر فعلا حول العالم. كلنا قلنا ان حمى الضنك، لان هي ظهرت حمى الضنك وغزت فعلا العالم، وكانت ظاهرة متحورات جديدة، وهي نوع من انواع الحمى الفيروسية الدموية. ولكن احنا قلنا على حمى الضنك وهي ليس لها علاقة بحمى الضنك، هي حمى يعني متحورة جديدة عن حمى الفيروسية الدموية وحمى الضنك. فقلنا ان هو ده الفيروس اللي قالوا عليه كلهم، ولكن للأسف طلع ان كورونا تحورت بشكل مرعب وبشكل جديد جدا، ولسه الشتاء مجاش وبدأت تغزو العالم. في خبير في جامعة بازل السويسرية في سويسرا بيقول ان متحور فيروس كورونا الجديد اسمه EG5 يعني بينتشر في أنحاء العالم لكنه شديد الخطورة جدا، يعني أشد من كورونا وأشد متحور ظهر منها إلى الآن. وبيقول ريتشارد نيهر وهو رئيس مجموعة يعني مجموعة بحثية بتدرس تطور الفيروسات، في مجموعة بحثية بتعمل أبحاث لتطور الفيروسات والبكتيريا، بيقول في تقديري لا يشكل إيجي خطر. يعني في واحد قال اللي هو بازل اللي هو خبير في جامعة سويسرا قال ان المتحور ده من اخطر المتحورات، وواحد تاني رئيس مجموعة بحثية بتدرس الفيروسات والبكتيريا بيقول في تقديري لا يشكل خطر على وجه التحديد. وبيوضح ان المتغير بيحتوي على طفرة قد تجعله يفلت من الجهاز المناعي بسهولة. يعني هو المشكلة بتاعته ان الجهاز المناعي مش بيقدر يتحكم فيه ويحاربه ويسيطر عليه، فهو بيلاقي طفرة يدخل بيها الجهاز المناعي بسهولة اكبر نوعا ما من المتحور الاول لكورونا. فهنا هي دي الخطورة، انه بيقدر يضرب الجهاز المناعي ويدخل عن طريق كده، لكن الطفرة دي نفسها توحد ايضا في متحورات اخرى. يعني اغلب متحورات كورونا هي بتدخل عن طريق طفرة في الجهاز المناعي. وبيقول ان المتحور ده ملحوظ وشائع في الصين بالذات وسط عدد سكاني كبير، وازداد انتشاره سريعا هناك خلال الاسابيع الاخيرة دي اللي احنا بنمر بيها. وبيضيف لا يعد يعني EG5 اللي هو دلوقتي متحور احدث متحور لكورونا، بيقول لا يعد مختلفا بشكل اساسي عن المتحورات الاخرى، لكنه بيظهر تطورا تدريجيا وسريع زي ما رأينا مع سارس. يعني هو للأسف زي سارس في خطورته وكوف طول بعض الوقت. وبتقول منظمة الصحة العالمية قبل أيام إن متحور EG5 على الصحة خطر يعني كبير، وهي يعني
بتتعدى خطورة كورونا اللي ظهرت أول مرة. وللأسف في صور متصورة الناس للأسف رجليها بقت لونها أزرق من كورونا الجديدة، يعني بتخلي الساقين لونهم أزرق لأنها بتجمد الدم وبتجعله لا يسري في القدم والجسد بسهولة. دي أحدث متحورات لكورونا بتستقبلنا في الشتاء الجديد من قبل ما يبدأ، يعني تقريبا هو ده الفيروس اللي الجميع أجمع عليه وقال إنه هيظهر في منتصف أو بعد منتصف 2023 وبداية 2024 ويؤدي، قالوا للإغلاق. هنشوف فعلا هيؤدي للإغلاق ولا لا، وقالوا كمان إنه هيؤدي الإغلاق في المدارس. بنتمنى الخير والصحة للجميع، بنتمنى إن يعدي العام والأعوام القادمة على الجميع بألف ألف خير. شكرا جدا لاستماع الجميع.